زين إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. واحد شو أخذته بالله امبارح أول امبارح؟ اثنين عشرين واحد أنتم في غياب؟ أنس موجود يا أنس؟ أنس؟ نعم دكتور موجود. شو أخذته مثلا امبارح؟ في موضوع معين احنا صارنا فتره كثير ناخذ. اتوقع امبارح اخذنا على التستيكولار تورشن انه اجى بيشنت كان معاه بين بالتستس وشو الاوبشنز اللي ممكن يكونوا بالديفرنشال دايجنوسيس، كان منهم التستيكولار تورشن والشغلات زي هيك. اوكي هاي مسألة. خلينا نحكي ايش احنا كجراحة عامة أنبه من. طيب يا أنس بلاش نتأخر كثير، في عنا فيميل 20 years old فيميل complaining from colicky abdominal pain started para umbilical then localized to the right iliac fossa. خلنا شو بدنا ناخذ منها هيستوري؟ بدنا نحلل البين بالاول، متى بلش والاونسيت والكاركتر. اهم شيء شو دائما بيفور البين لازم نبلش بايش؟ دائما كل شيء مهم نبلش دائما بيشنت بروفايل. شو بتضمن يا انس البيشنت بروفايل؟ نيم، ايج، جندر، البروفيشنال بوزيشن، يعني شو بتشتغل، occupation والresidency يعني مكان السكن، residency ومarital status. اوكي بعد دائما لما يكون عندك مريض انت، هاي المريضة انا بجنبك على شو بدك تسال هالسؤال اللي بعد ما تاخذ البيشنت بروفايل تسال عن شيف كومبلي، شو اللي خلاك تيجي اليوم على العياده. في إشي مهم جدا إنه هلا لما أنت تيجي على مريض بالمستشفى بدك تأخذ منه هيستوري، شو لازم تعرف عنه هذا المريض؟ الـ way of admission بعد. أوكي؟ نعم. طيب وين أنور؟ أنور؟ إسراء؟ دكتور موجودة. طيب هلا شو بهمك يا أسراء الـ way of admission؟ بهمنا؟ أكيد بهمنا. طيب أوكي، إيش المهم في الـ way of admission؟ ممكن يكون outpatient، بيكون على الأغلب مش إشي acute، إذا كان emergency على الأغلب إشي acute حسب الوقت كمان اللي كان داخل فيه. المرضى زي ما حكينا surgical patient two types، خلنا نحكيهم هيك يعني إنهم نوعين، يا إما acute فهذا ايش بيكون admitted through ER، ومهم بصير عندي مهم جدا اعرف admitted through what، يعني التايم والديت، هل هو through ER او referred from the clinic. اذا referred from the clinic ايش معناتها؟ شو يا اسراء اذا واحد جاي من عياده ممكن اشي مش acute اشي يعني بس ابسط؟ yes it's mainly بالاغلب انه هاي ال case it was diagnosed admitted for definitive treatment، واللي عادة بتكون عندنا يا إما operation أو بعضهم بيكونوا أدوية، بس most of them for operation. إذن شو اللي بهمني بالأكيوت كيس هون؟ بهمني بالأكيوت زي ما حكيت أعرف الدي
it would time of admission. يا اسراء اسراء ليش مهم اعرف الديت والتايم اوف ادمشن؟ لانه ممكن اذا كان الوقت مثلا متاخر وبالليل بكون شيء طارئ ممكن ممكن يدلني على السيفيريتي وكمان الفين عاده بكون ستارتد بوقت معين والبيشنت ادميتد بوقت ثاني بيختلف. معظم المرضى بيكون وقت بيختلف الفتره من when the pain was started and when the patient was admitted this time مهم جدا لانه كل ما زاد الوقت كل ما كان البيشنت ايش صارت الكيس بتتوقع انها صارت complicated. فرح فرح معك دكتور. طيب ايش يا فرح بعد ال way of admission يجي عندنا ايش chief complaint. طيب this patient شو الشيف كومبلين عندها؟ أبدأ من البين و we mentioned the duration. The duration كيف ندعمل mention the duration؟ يعني بده يكون إنه in hours يعني مثلا pain, أبدأ من البين of 4 hour duration for example. time لأن حكيت مهم إمتى بلش وأي يوم بلش وبعدين البيشنت ادميتد اي وقت بهمني الديت والتايم. شو مميزات دائما الشيف كومبلين لازم تكون ان بيشنت ووردز؟ طيب هاي اذا حكت لك انا عندي فارع عن بلايك الابدومين فين ايش بدك تحكي لي هون معناته ان بيشنت وورد؟ بس بكتب ابدومينال بين اي دونت منشن اني ميديكال تيرمز. وي شود منش أو السايت لكن inpatient بأحكي إيش central abdominal pain أو مثلاً right lower abdominal pain right middle abdominal right upper central middle upper middle lower left okay بأحكي الديت مع التايم. طيب حسين معك دكتور. حسين بعد الشيف كومبلين بيجي عندنا ايش الهيستوري اوف بريزنت انس. ايش لازم نبلش بالهيستوري اوف بريزنت انس؟ بلش بالسايت وببلش بالسكريت. السكريت اوكي بالسكريت. بيفور السكريت شو لازم تعرف عن هذا البيشنت؟ قبل السكريت لنعرف هذا الفيشن previously healthy or not. ليش قصدك ان نعرف اذا عامل سيرجري او لا ولا previously healthy or not surgery او chronic disease صح مزبوط. ليش طيب يا حسين؟ لا اقدر اعرف اقيم الكيس اكثر لانه any medical or surgical disease may cause or may complicate the care. فأنت ممكن تخلي يعني حتى الهيستوري تاعك صح أنت عندك سكريت بمشي فيه بطريقة معينة ولكن هذا بيخليني أني أصير إذا مثلا واحد diabetic واحد hypertensive واحد ischemic heart disease واحد عامل عمليات حسب الشيف كومبلين تاعه أوكي. فهم ممكن يكونوا هم الكوز على الديابيتس مش ممكن يعمل ابدومينال بين ديابيتك كيتو اسيدوسيس خلنا مش ممكن يعمل ابدومينال بين ممكن اذا ممكن هي الكوز للابدومينال بين. عشان هيك احنا الديفرنشال ببلش عندنا من وين يو ستارت الهيستوري اوف بريزنت ان حتى من اول ما بلشت بالبيشنت بروفايل. طيب جود دكتور موجودة. ألو ألو دكتور سمعني؟ ها؟ سامع
analysis the chief complaint. حكينا بنعرف ال patient أول إشي previously healthy or not. هون لازم ال history. دكتور صوتك قطع ما سمعت إشي ممكن تعيد؟ هلا ال بالهيستوري بريزنت الناس حكينا البيشنت بريفيسلي هيلثي اور نوت لازم نعرف اوكي لانه ممكن على المريض بعدين بنبلش بالاناليسيس ذا تشيف كومبلين هون راح تكون ستوري مترابطه مثلا بنحكي مثلا 20 years old female patient previously healthy doing well until مثلا اللي هو الديت اللي بلش عندها الوجع until مثلا خلينا نحكي third of the second of April she start to complain from أي ساعة بلش هذا الوجع from abdominal pain السكريت بيش بلش بالأول بالسايت هلأ السايت حكيناه بالبيش بالchief complaint in patient works لكن هون إيش بدنا نحكي paraumbilical pain abdominal pain anatomical Okay, for that, the abdomen divided to 9 regions, okay, by 4 lines. صحيح. Show me 4 lines in question في هال abdomen to 9 regions. Transverse, horizontal. تو هوريزونتال وتو فيرتيكال انا في عندي صوره بدي اعمل لكم شير مش سهل طيب الفيرتيكال وين الفيرتيكال حيكون شو اسمه الفيرتيكال تو فيرتيكال لاينز اون ايتش سايد اوف ذا ابدومن من الجنب و two horizontal lines حتكون يعني حيقسم لي إياهم برضو يعني position واحدة فوق الأمبليكس واحدة تحت الأمبليكس على ال vertical طيب مين بعد كرم نعم دكتور إيش كرم ال vertical line وين بيكون هذول ال vertical line يا كرم دكتور سامعني ما سامعك وين الفيرتيكال لاين تو فيرتيكال حكينا وتو هوريزونتال الفيرتيكال من وين لوين دكتور من عند من فوق من عند الشولدر لعند البلفس Vertical. مين بعرف طيب منكم؟ Midic clavicular transpyloric and Vertical. Midic clavicular لوين بنزلون للميد انجوين وتو horizontal. Horizontal من وين لوين؟ من وين لوين هوريزونتال؟ حكيتي واحد منهم. Transpyloric. Transpyloric. الأبر. Transpyloric. Transpyloric يعني it's past through the pylorus of the stomach. وهذا إشي imaginary خيال صح؟ فا أو level of L1. مظبوط ولكن بدنا إشي anatomical كيف بدي أقدر أحدده على البيشن نفسه دكتور عند الإليك سباين الأبر إحنا بنحكي شو يا تالا وين التالا راح ترانسبايلر كيف بدك تحددي ترانسبايلر
صراحة أنا بعرف إنه بنطلع اللور وان بعدين بناخد من السوبرا كلافيكولر نوتش وميدوي بتوين الأب بتوين السوبرا كلافيكولر واللور ترانسفيرس لاين. ما في هيك طريقة أبداً. طيب هلا الابر ترانسفيرس ايش في شيء اسمه كوستال مارجن كوستال مارجن سب كوستال وين يعني سب كوستال شوفي ان العلامه المميزه بالسب كوستال اريا التيب اوف ذا ناينث ريب اوكي معي انتو معك دكتور التيب اوف ذا ناينث ريب لكن اذا كان الابدومن فاتي وتندر ما بنقدر نحددها اذا بالكوستال مارجن تيب اوف ذا ناينث ريب او شو الطريقه الثانيه بنحدد فيها الابر ترانسفيرس ميد واي بتوين اكزايفويد بروسيس وامبلايكس او ميد واي بتوين سوبرا سترنال نوتش وسيمفيس بيوبس وفي واحدة رفلي أهاند بريت بلوكزي في استرنال ملاك وين ملاك دكتور اللور ترانسفيرس وين يا ملاك عند الإليك سباين لا شو بنسمي اللاين اللي تحت ترانس ايش؟ ترانس تيوبركيولر ترانس تيوبركيولر اوكي اي تيوبركيول الإيليك تيوبركيول كيف بدك تحدديها يا ملاك الإيليك تيوبركيول شو الاشي الواضح عندك بالبون anterior superior iliac spine صح اوكي وين تيجي above 8-3 سنتيمتر في external bony projection في بروز عظمي اللي هو الiliac tubercle line through this tubercle هو lower transverse اذا صار عندنا upper و lower transverse horizontal اللي هو الاثنين midclavicular vertical عفوا midclavicular اتقسم الابدومن تو ناين ريجن هون عشان نبلش احنا نحصر البين ونحدد السايت بالضبط عشان نبلش ندور على الديفرنشال دايجنوستس تاع المريض اذا شو هم الناين ريجن اللي صاروا عندنا مها يس دكتور معلش لو سمحت عيد السؤال هلا قسمنا الابدومين تو ناين ريجن شو هم الناين ريجن اللي صاروا في عنا الوسط الابيجاستريك والرايت لوين والليفت لوين واللور الرايت إليك رايت إليك والهايبوغاستريك والليفت إليك فوسا او ليفت إليك وبعدين اخر شيء فوق عنا صراحه دكتور ناسيتهم اللي فوق الثلاثه وانت قاعدة هلا بأشر على حالها right hypochondrium epigastric left hypochondrium left loin أو lumbar umbilical right loin أو lumbar left iliac fossa suprapubic أو hypogastric أو right iliac fossa إذا السايت من إيش ببلش بلشنا بالسايت بالأناليسيس دالبين بعد السايت شو لازم نعرف إيش ما بعد السايت بالانالسيس ذات شيف كومبلين اذا حددنا السايت واحد التايم اونست والبروجريشن وين ذا بين واز ستارتد هل هو ستارتد سادنلي اور نوت انكريزينج وذ تايم فلكتويتنج اويك ذا بيشنت فروم هير سليب اور نوت اوكي بعد السايت اونست و التايم اونست مع البروجريشن ايش لازم نعرف هذا البين شيفتد راديتد او ريفيرد
تعرف تميزي بينهن يا مها؟ دكتور شفتت بيكون بمكان وبصير بمكان تاني، بس رفعت بيكون بمكانين. شفتت يعني معناته صار بمكانين. طيب evaluation مين بعرف؟ ناصر. دكتور راديشن يعني فين بيكون؟ بمكان غير المكان it originates from. يا أخي ناصر أنت أنا شايفك قبل صح؟ أو كنت معنا قبل؟ يلا أنا ناصر. آه طيب إيش يا ناصر؟ أنس بتحكي؟ أنس كمل. دكتور بدك أنا ولا ناصر يجاوب؟ واحد منكم يلا مين ما في مشكلة. radiating pain يعني البين بيكون at another site from the site that الأصل يكون originating the pain. يعني مثلا البين الأصل يكون مثلا بالsternum بس بيكون الوجع بالشولدر. طيب واللي رفعت شفتت أنا كنت بغير الموضوع اليوم ولكنه بلاقي كله بعدنا في أن الديفكت بالهستري تيكن ده. أهم شيء أنتوا بهاي المرحلة هيستوري تيكنج لازم تدرسوه كويس. هلا حدا بيعرف يفرق بيناتهم؟ دكتور ممكن فين يكون إنه زي الأبندسايتس ببلش بال center of the abdomen أو periembolicus بعدين بيصير كل البين موجود بالright region of the abdomen. طيب ايش بنسميه هذا؟ شفتت بين. اذا بين بيكون بسايت disappear من البرايمري سايت وفلت ان انذر سايت بنسميه شفتت بين. طيب ليش بصير شفتت بين؟ يعني شو السبب؟ ليش بيكون المنطقة وبيختفي وبصير لمنطقه ثانيه؟ لانه بيكون الأوريجين أوف ذا نيرف بيغذي المنطقتين بس بعدين لما يزيد البروجريشن أوف ذا ديزيز بيصير في عندي انفلاميشن للفسرة فبيصير البين على النيرف اللي بيغذي الأورجن نفسه. لا لأنه البين الأول بيكون فيزيرال وبعدين بيصير باريتال. هاي رح نرجع لها عطريها يا سوزان الفيزيرال والبارايتال. طيب الراديشن ايش يعني الراديشن؟ اذا شفت الديسابير من البرايمري سايت فلت من اذر سايت تيبيكالي مثل الابندسايتس ومارا امبلايكال بصير بالرايت اليك فسا بيختفي من بالاول. ليش بيكون فيزيرال بين؟ هسه راح نرجع عليه بعد شويه بعدين شو بصير بارايتال. اوكي هلا الراديشن هو بين فيلت ان تو اريا. شو المميز بيناتهم؟ ان سيم كونتينيوتي ذي هاف ا سيم ديرماتوم والريفير فيلت ان تو اريا اواي فروم ايتش اذر لكنهم شير بالسيم نيرف سبلاي ذي هاف سيم نيرف روت اوريجن تاعهم. اوكي واضحه؟ وليد نعم دكتور واضحة يا وليد؟ واضحة دكتور. طيب يا وليد بعد الراديشن وشفت الريفيرد ايش لازم تعرف بالسكريت؟ شو رديج عنده؟ ريليفينج فاكتور. بيفور ذات شو لازم تعرف؟ كاركتر. اوكي كاركتر اوف ذا بين. شو في كاركترز اوف بين؟
يكون مثلا stabbing pain, dull pain. stabbing. شو كمان؟ dull. الدل هاي آخر. sharp pain. شو هو؟ sharp pain. لا ما فيها ما فيها كاركتر. في stabbing, في colicky, في tearing, في burning, في throbbing, في heaviness, في constricting. وإذا ما أخذ كاركتر من هذول إيش من بيجي أنا نحكي عنه اللي هو الدل إيكينج بين. طبعاً مش قادر ينوصف. إذا معناته أكثر من كاركتر يعني. معناته كل كاركتر إلها مميزة. يوسف شو مميزة الكوليكي بين؟ يوسف شو مميزة الكوليكي بين؟ كون هو بس بيكون يعني للهول أورغانز وزي التيوب اللي هن البسكس. يعني ايش بيصير؟ شو مميزته؟ كيف توصف لي اياه بشكل عام؟ يعني كيف بدك توصف لي البين بشكل عام؟ طيب مين هاي الجودة؟ ايش هاي؟ هاي مين هاي؟ دكتور شو مميزات الكوليكي بين؟ كيف توصف لي الكوليكي بين؟ دكتور يعني شارب بيكون وضل. لا الكوليكي بين كيف وصفه يعني؟ شو شو بحكي لك المريض؟ ايش بحكي لك يعني بين اللي بيبلع مش مكان وبنتقل لمكان ثاني مش هيك بشكل عام؟ اذا ايش مميزاته للكوليكي بين؟ انترميتنت متقطع, مايجريتوري, كونستريكتنج بين. ليش بصير هذا الكوليكي بين؟ دكتور لأنه بصير contractions بالهولو تيوب يعني أو الكولن. طيب ليش يعني ليش بده يصير هاي الكونستركشن؟ حتى يخفف الاوبستراكشن الموجود عن طريق انه يجبر فورسنج للكونتنت. هلا هلا الكوليكي بين ليش بتكون في اريا اوف اوبستراكشن او ناروين؟ اوكي فبصير ايش ايش بصير هي contraction against obstruction أم narrowing. سؤال المهم اللي لازم نعرفه, the bowel wall have two type of muscle, شو هما؟ شو هما muscle؟ مين بعرف؟ رشيد وقية دكتور قصدك اللونجيتيودينال والماسكولار سيركولار؟ نعم لونجيتيودينال اند سيركولار. طيب البول هاف ثري موفمنت, ايش هم الموفمنت؟
دكتور الانترنال والاكسترنال سفنكتر مسلز؟ لا لا، هي زي ما حكت تعالى عندنا في عندنا سيركولار ولونجيتودينال ماسل بول وول. البول وول شو الحركات؟ الحركات البيريستالسيس اول واحده والموست كومن اكثر. بالبيريستالسيس شو بيستخدم اي مسل بالبيريستالسيس؟ سيركولار بوث بوث مسل، عشان بديش نطول. اوكي طيب، والكونستريكتنج كونستريكتنج ايش؟ ايش سوزان؟ نعم دكتور. على أن نوعين من المصل البول وول، قلنا سيركولار وانتودينال. البول وول هاف ثري موفمنت، واحدة منهن البيريستالسيس. البيريستالسيس حكينا بيستخدم تو مصل. شو الأذر موفمنت للبول؟ كونستريكتينج. شو بيستخدم بالكونستريكتينج؟ السيركولار. واللونجيتودينال إيش بيستخدم؟ سيجمنتال. سيجمنتال موفمنت استخدم فيها اللونجيتودينال مصل. طيب ايش بصير بالكوليكي بين يا سوزان؟ حكينا قبل الكوليكي بين زي سبازم لايك بين، انه بيكون انتنس فور سام تايم بعدين بيخف البين. يعني زي ما حكينا ايش كونتراكشن اجينست اوبستراكشن، فبالتالي بصير كونتراكشن. لما بصير كونستريكشن ايش بصير؟ ان البين reach the peak بعدين go down بنتقل migrating to other area. بس ايش بصير؟ كمان مره ثانيه بصير contraction. زي عندك تيوب بدك تفرغه، شو بتصير؟ مش بصير نعصر عليه؟ نفس الشيء contraction، بعدين بنتقل لمكان ثاني. بالcontraction بحس البين بعدين go down، حسب هل هو true ولا false color. اوكي، يا بيختفي تماما او بظل ان الالم خفيف. بعدين بالكونستركشن الثانيه طيب سوزان، الستابينج بين شو مميزات الستابينج بين؟ شو بتسال المريض؟ سالي واخذ الدبوس طعن السكينه صح؟ طيب شو معناته لها مميزات هاي؟ شو لون الفيتشر اوف ذا ستابينج بين؟ انه بيكون فيري انتنس. تخيلي جبتي دبوس وحطيتيه على ايدك، ايش بتصير؟ ايش مميزات هذا الوجع؟ شارب واللوكالايز، ايش كمان؟ شورت ليفت. واضح؟ بعدين بيجي عن ايش البيرنينج. البيرنينج سهل، تيرينج كأنه two forces against each other. الهيفينس heavy object compressing the area. constricting مثل aband prevent expansion the wall. آخر إشي ظل عنا الثروبينج. إيش يعني الثروبينج؟ وقية إيش الثروبينج بين؟ رشيد أسامة وين هذول من الموجودين؟ نعم دكتور. هاي أسامة. الثروبينج بين إيش يعني ثروبينج بين؟ شو بحكي لك؟ بيكون زي بيتينج بين أو بلسيتينج. بلسيتينج يعني بحس إشي بمبر. وين بصير هذا الثروبينج بين أكثر إشي؟ كذاك. وين؟ الهيدك. طيب غير الهيدك. سوري دكتور، بس معلش اسال سؤال. تفضلي. ها
شو الفرق بين الترو والفولس بكل الكيبين؟ الترو والفولس. الفولس not completely disappeared. The true completely disappeared in فترة بين بين the severity of the pain. حكينا two peaks. Okay. Throbbing. When بصير throbbing? بالسيفير بالسيفير هيدك دكتور مايجرين كمان تغير هيدك ايش اشي ايش سيرجيكال يلا ايش بالاشي بالجراحة شو بتصير وين وليد يلا وليد بس يكون عندنا بالسيتايل سنسيشن ممكن انيوريزم ممتاز اذا ايش هاي يعني something vascular مثل انيوريزم اوكي كمان dissection okay حكينا aneurysm something better هذا pulsation true ولا false pulsation aneurysm حسب ممكن true aneurysm بكون true pulsation لا true pulsation طيب وين كمان ممكن بشي جراحة يكون كمان ان throbbing pain ممكن hernia بالabscess طيب بالابسس هسه بالانيوريزم حكينا ليش احنا بصير هذا البين لانه مع الهارت بيت ترو بالسيشن لانه هذا ارتري وبنبض اصلا صح طيب بالابسس ليش بصير البالسيشن هل هو ترو ولا فولس فولس اكيد طيب ليش بصير بالسيشن maybe due the inflammation inside the abscess لا لو بدك تأخذ بلس إيش بتعمل يا وليد لما نأخذ البلس إيش نعمل we compress the artery against hard object هون الأبسس إيش فكرت بتسأل دكتور بحكي against a bony prominence يعني إشي قاسي اللي هو بالعادة بيكون بون أوكي هلا هون في عندنا cavity containing fluid إيش بتعمل compressing the underlying vessel فهو transmitted pulsation from underlying vessel والpulsation هون إيش هو false pulsation أها أوكي طيب بعد الكاركتر إذا بلشنا بالهيستوري تاعنا إنه هذا عرفنا البيشنت previously healthy or not عرفنا السايت وحطينا اناتوميكال بعدين عرفنا انه هذا البين رادييتد ولا شفتد ولا ريفير والكاركتر بتاعته بعد الكاركتر ايش بدنا اجريفيتنج ريليفنج فاكتور بعديها اسوشيت سيمتوم وآخر إشي وآخر إشي يا رشيد عمران نعم دكتور السيفيريتي آخر إشي صح؟ مظبوط على إيش بنعتمد بالسيفيريتي مدام مظبوط يعني عندنا two options يا بنسأله إذا الألم ما بيخليك تنام أو مخرب على اللايف ستايل تبعك أو بنعمل له سكيل من زيرو لتن إيكوال ممتاز بعد في واحدة ثالثة شو هي؟ صراحة مش عارف إذا عمر شفت هذا الوجع من قبل كومبارزم إذا ثلاثة affect the lifestyle وسكيل وكومباريزم على ايش بتعتمد يا عمران بعتمد على اذا باثر على الفيرست اول اوبشن اللي هو باثر على اللايف ستايل او لا او باثر على مكان الوجع هو
اياها يعني الاوبجكتيف افكت اللايف ستايل صح، والاذر بيكونوا سبجكتيف. اذا من اول ما بلشت هستو يا عمران صار عندك الريزيدنسي مهم، والوي والتايم اوف ادميشن صار مهم. واحد اجاك بنص الليل منطقه بعيده عن المستشفى، معناته البين تاعه سيفير، اويك ذا بيشنت فروم هير سليب كمان سيفير. إذا she didn't go to her work, she didn't do her normal daily activity, معناته pain severe. Okay. طيب على the scale والcomparison تستفيد من هنا يا عمران؟ دكتور بس يعني بستفيد، يعني هي بستفيد منهم بس خلص عارف إنه severe يعني. طيب طيب ليش العادة من يعني نستخدمهن ولا ما استخدمهنش يعني برايك؟ يعني طالما مش عارف صراحة. طيب كويس. عمر. نعم دكتور. نستخدم السكيل ولا ما بنستخدمهاش؟ نستخدم الكومباريزن ولا لا؟ دكتور ممكن نستخدمهم بس الأفضل اللي هو اللايف ستايل دكتور. أكيد إحنا حكينا we depend on the lifestyle affect the lifestyle، ولكن هل scale والcomparison بستخدمهم ولا لا؟ الcomparison شو بنطيك؟ بنطيك idea almost the patient بقول لك بحياتي من شفت وجع مثل هذا الوجع، ولكن تأخذ فكرة عن هذا pain مقارنة ب previous pain. طيب the scale كيف بدي أستخدمها يا أسامة؟ أوه أسامة يلا دكتور عشان نعرف إذا ممكن يصير في improvement أو يزيد أو يقل الوجع. يعني لقبتي أوضح وضحي لنا إياها أحسن، يعني نعرف إذا الوجع بيزيد أو ما بيزيد. طيب وين أعتبريني أنا المريض، بدك تسأليني شو بدك تستفيدي، إيش بدك تستفيدي، كيف بدك تعرف إن الوجع زاد ولا ما زاد؟ يعني ممكن مرة يعطي رقم مختلف بالسكال، يعني مش نفس الرقم. خلنا نحكي بقى كمان مرة ثانية إنه السكال بستفيد منها لإيش؟ للفولو أب. تعرف كيف يا أسماء للفولو أب؟ يعني ممكن بعد التريتمنت أو بعد ال مش عارف بالضبط. لا لا يعني أنا بتتابع المريض بشوف السكيل أون أدمشن، دخلت مريض بستة سبعة سكيل أوكي راح أترك المريض هذا أكيوت، هذا بعدني أنا مش شخص، هذا need to be diagnosed. عشان هيك إحنا دائما نبلش إحنا بديفرنشيال بتاعنا وبعدين نوصل لدايجنوز. أوكي البيشنت حكى لي سكيل 6 7 8 برجع له بعد ساعة ساعتين ثلاث ساعات بدي ارجع لازم I should follow my patient. اذا شفت the scale increasing يا اسراء ايش بتعني لي؟ انه ممكن الوضع بصير اسوأ الوجع بزيد. معناته ايش يعني احنا؟ معناتها improper diagnosis. Diagnosis تاعي غلط ممكن. Improper أو inadequate treatment أو علاجي مش كافي. فلازم أتراجع خطة علاجك والinvestigation اللي عملتها لهذا المريض. ممكن أضيف له مثلا فحص CT، ممكن X-ray، ممكن فحص دم، whatever. عشان أصل للdefinitive diagnosis أو علاجي مش كافي. بشوف علاجي هل نعطيه، هل هو كافي مش كافي، ما أخذ علاجه ما أخذش علاجه. then بعد ما نخلص السكريت والأناليسس تشوف كوملين إيش بيجي عنا؟ إيش يا أسراء؟
associated symptoms and their analysis. مين حكت التالة ولا مين مش عارف؟ نعم دكتور حكيت ايش حكيتي بعد ما كملنا على احنا عرفنا البيشنت بريفيسلي هيلثي اور نوت بعدين عملنا اناليسيس ذا تشيف كومبلين اللي هو السكري بعد السكري شو لازم يجي عندنا إنه إذا ما كان في associated symptoms بنتقل للsystemic review. لأن associated symptoms مع السكري. بعدين افرض هاي abdominal pain عملتي analysis that chief complaint اللي هو abdominal pain أخذت السكري كامل. إيش لازم تعملي هلا؟ شو بعد هالأسئلة المهمة اللي لازم تسأليها؟ إنه إذا في recent improper food intake أو إذا في نفس المشكلة بأفراد تانية موجودين في العيلة currently أو إنه إذا صارت عنده من قبل نفسها. إذن كل لا اللي حكيتي بس مهم إنه previous same attack. إذا في previous same attack شو لازم أسأل؟ When this attack was occurred, what was the diagnosis? What was the treatment? If she was admitted to the hospital or not, if she was admitted to the hospital for how many days, previous same attack. مهم جدا. طيب. بعد the previous same attack. إيش يتعلم؟ نعم دكتور ده حكينا previous same attack ونعرف تفاصيلها بالضبط بس قبل ال previous same attack ايش لازم نعرف احنا بالسكريت ايش كنا منحلل الاشياء البوزيتيف عند المريض اذا بعد البوزيتيف شو لازم يجي عندي important negatives هذول important negatives عشان عندي differential شو السيستم اللي انفول GI شو important negatives بالجي اي ببلش from mouth to anus ببلش بالسمت شو اسمه واحد واحد طيب بعد الامبورتد نيجاتيفز وبريفيوس سيم اتاك ظل سؤالين لازم نسالهم لهاي الفيميل شو هم شو وليد دكتور ألو بعد سؤالين مهمات إذا عرفنا patient previous health بظن عيدهن بعدين السكريت اللي هو الأشياء البوزيتيف بعدين الامبورتد نيجاتيف بعديها previous same attack طب سؤالين مهمات بالهيستوري اوف بريزنت اندس لازم نسألهن لواحد عنده abdominal pain أو لفيميل خاصة واحدة منهم احنا خلصنا الاسوسييتد سيمتومز كلها خلصنا هذا خلصنا الاسوشيت سيمتوم ها كله خلصنا هو بس الفيفر تشيلز هلا انت زي ما حكينا امبورتد نيجاتيفز تحكيهم بتبلش فروم ماوث تو انس في ماوث السريشن في ديسفيجيا في ادينوفيجيا في هارت بيرن واتس ايفر كله بدافع بادي ويت لوس نورمال باول هابيت إذا نورمال ولا أب نورمال إذا في تشينج بالبول هابيت هل هو دياريا ولا كونستيبيشن بدنا ناخذ تفاصيل بعديها شو السؤالين المهمات دكتور ممكن نسأل عن المنستريشن أو البريجنانسي مش بريجنانسي ممتاز هي اللاست منستوال بيريود لازم أسأل بالفيميل وفي سؤال مهم يمكن مش خاطر ببالكم هو history of trauma يعني abdominal pain لازم نسأل عن history of trauma إذن الhistory of present illness تضمن شو يا سوزان عندك هلا عرفنا البيشنت بلشنا فيه previous healthy ولا لا بعدين secrete analysis
للتشيف كومبلين اللي هو هاي البوزيتيف، بعديها الامبورتد نيجاتيفز، بعديها البريفيس سيم اتاك هيستوري اوف ابدومينال تروما، وبالفيميل بناخذ اللاست منسترال بيريود. بعدين بنكمل الهيستوري على السيستميك ريفيو. سيستم ريفيو بنبلش سيستم عشان نستثني الاذر ديفرنشال تاعنا. بعد السيستميك ريفيو باس ميديكال وسيرجيكال. هون اذا في البيشنت عنده اني ديزيز بناخذ تفاصيلها ودراج هيستوري وسوشيال هيستوري وفاميلي هيستوري. مين اللي حكينا من نساله؟ طيب سوزان. نعم هلا حكينا، مش حكينا كنا نسالك عن البين شيفتد والراديشن الشيفتد بين صح؟ حكينا البين بصير شيفتد لانه بكون فيزرا بعدين بصير بارايتال. اذا في فرق بين الفيزرا البين والبارايتال البين لازم نعرف. السؤال هو شو انواع البيريتونيوم بالابدومين؟ حكيناها هينا بنحكي فيها، شو هم؟ فيزيرال فيزيرال بارايتال. طيب الفيزيرال وين كبر؟ شو بتغطي الفيزيرال؟ من اسمها شو؟ الفيزيرا الانترنال اورجان. والبارايتال يا سوزان الابدومينال وول. ابدومينال وول. اذا انا ابدومينال بين ات ايذر فيجرال او بارايتال. اللي لازم نعرفه انه اذا كان البين فيجرال الكوز تاعو ايش؟ مينلي ميديكال. اذا كان بارايتال اولموست نوت اولويز الكوز سيرجيكال. اوكي طيب تعالى الفيزيكال بيريتونيوم باي وات انيرفيتد ايش يا تعالى تعالى نعم دكتور الفيزيكال بيريتونيوم باي وات انيرفيتد. I'm not sure the origin of innervation, بس بعرف إنه it is responsible لل distension لل هاي الستيمولس هي الأوتونوميك. أوكي طيب شو الستيمولس of the visceral pain حتى يصير الوجع لابد من إشي حفزه. إيش الستيمولس of the visceral pain؟ أنس أنور وين اختفيتم؟ أنس وينك يا أنس؟ يلا يا أنور إيش the stimulus of the visceral pain؟ مش متأكد دكتور بس بيكون كان بيكون originates from the organs themselves. هلا stimulus of the هلا حكينا الفيزيكال بيريتونيوم cover the internal organs which was innervated by the autonomic nervous system. والstimulus ايش شو اللي بخليه يصير الوجع؟ مين بعرف طيب يحكي لنا شو ليش يعني الكاتينج دكتور ايش cutting من جاي من تروما؟ لا stretch and contraction of visceral muscles. هي inflammation stretching distension and inflammation yes كمان ischemia كمان traction
وإيش كمان كومبريشن، إيش يضغط عليه من برا، إيش يسحبه تراكشن، إيش يضغط عليه من برا كومبريشن، ديستنشن لو ما تصير في عندك أوبستركشن ديستندد الوول راح يعمل ديستنشن مع الفيزرة. طيب فرح يلا فرح 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 طيب اسرع معك دكتور يلا فرح بس الجي اي يا فرح بيقولك قالي divided to three region ايش هما الجي اي ما سمعت السؤال دكتور امبريولوجيكالي divided to three region فور gut mid gut و hind gut ممتاز طيب فور gut from where to where from the mouth till the small intestines لا small intestines is mid gut Yes. إذن from mouth لوين؟ وين بالماوث؟ من الأوروفارينغ لوين؟ الأوروفارينغ لل second part of duodenum. طيب شو إيش الجي آي؟ إشي خارج الجي آي تراكت ولكنهم شير بالسيم blood supply. Of the foregut. شير الجي آي. ولكنها involved مع الفورغت شو هما الليفر الجول بلادر البيليار تراكت والبنكرياس وجزء من السبلين اوكي اوكي الميدغت من وين لوين من السكند بارت اوف ذا دوودينم لعند الميد ترانسفيرس كولون سكند ميد ولا وين نعم ميد ترانسفيرس ولا أكتر شوي؟ two thirds. أي two thirds؟ proximal ولا distal؟ proximal. proximal two thirds. إيش يعني بتعني لك ال proximal two thirds؟ هلا عندنا كثير أشياء proximal وأشياء distal. إيش ال proximal؟ إيش بعني لنا؟ إنه near to midline origin or center هيك لازم اوكي اوكي طيب والهايند جات الهايند جات من من السكند من انه الفاينل ثيرد اوف ذا ترانسفيرس كولون لعند الانال كانال وين بالانال كانال الانترنال سفنكتر وين شو المنطقه اللي بصير فيها ترانزيشنال ابيثيليا تتغير للدنتيت لاين يس ليش للدنتيت لاين لانه الاوريجن بيلو الدنتيت اكتو ديرمال اوريجن وابوف الدنتيت كله انتو ديرمال اوريجن اوكي هاي هي تقسيمه لكن مهم بتهمني شويه بدي اسالك شو مميزات الفيزيرال بين اتس نون سبيسيفيك طيب اوكي نون سبيسيفيك ولكن شو مميزاته كيف اوصف لك اياها المريض دول ايكينج فيج يعني فيج فين طيب كمان وين بيكون طيب نون لوكالايزد وغلي لوكالايزد ممتاز كمان ما بيكون very severe مش شرط vague deep poorly localized صحيح هو poorly localized لكن وين بيكون وين مكانه عند السنتر تذكري هاي التقسيمة فوقت ومدقت وهندقت تذكري بالكتاب حاطين لك ثلاث دوائر عند المدقت ايش يعني
ما بعرف بصراحة. طيب إذن إحنا حكينا it's vague, deep, poorly localized. صحيح هو poorly localized ولكن وين بيكون؟ بالميدلاين حسب الامبريولوجيكال أوريجين. إذا فوقت والأورغان الانفولف وين بيكون الوجه؟ بالإبيغاستريك أريا. إذا من الميدغات بارا أمبلايكال أوكي؟ بالهايندغات هايبوغاستريك أو سوبرابيوبك. إذن عرفنا مميزات الفيزيرال بين، عرفنا أن الفيزيرال بيريتونيوم كفر الانترنال أورغان. It was innervated by autonomic nervous system. The stimulus of visceral pain are traction, compression, distension, inflammation, and ischemia. The GI is divided into foregut, midgut, and hindgut. The character of the visceral pain vague, deep, poorly localized, but can be found in the midline, according to the embryological division. Foregut is the organ involved with it. Epigastric, midgut umbilical, hindgut hypogastric or suprapubic. Parietal peritoneum, ya Rashid. Rashid. Waqaya. Waqaya, mawjood enti? سوزان موجودة دكتور سوزان البارايتال بيريتونيوم باي وات انيرفيتد مش عارفة دكتور السباينال سوماتيك اوكي حتى يصير الوجع لابد من إشي حفزه. شو الـ stimulus of the parietal pain؟ inflammation ممكن؟ إذا inflammation بالفيزيرال ما بيزبط مع البريت. كين بعرف؟ إيش يا سوزان؟ Irritation. Irritation, yeah. Irritation. شو أنواع الإيريتيشن يا تالا؟ Chemical, mechanical. Chemical. وبكتيريال. Okay. Chemical مثل إيش؟ مثلاً بكتيريال juice. Okay. وبكتيريال مثل ايش؟ inflamed organ مثل appendix, gall bladder, whatever, any inflamed organ. غير ال irritation شو كمان؟ شو ال stimulus؟ ال touch وال temperature. شو مميزات يا تالا الparietal pain؟ localized ممتاز اذا يعني خلني اسهل لك اياها يعني اكيد راح يكون عكس الفيزيرال هذاك localized هون ايش بدنا نحكي عنه will localized هذاك ايش deep هذا ايش راح يكون البين superficial superficial yes وإيش هذاك إذن vague deep poorly localized هذا superficial sharp well localized أوكي أوكي دكتور إذن نعم رقية عم تكتب على الشات وعم تحكي لك إن المايك مو ظابط عندها مشان هيك مو قادر ترد طيب ماشي أوكي إذن عرفنا الفيزيرال بين والبارايتال بين على نرجع مرة ثانية البارايتال بيريتونيوم innervated by spinal somatic
البريتال بيرتونيوم كفر الابدومينال وول. الستيمولس اوف ذا باريتال بين اجريتيشن. الاجريتيشن يا اما بيكون بكتيريال او كيميكال. بكتيريال مثل اني انفلامد اورجان تاتش الباريتال بيرتونيوم, والكيميكال مثل الجاستريك جوس بالبرفوريتد بيبتيك ألسر. اوكي الكاركتر اوف ذا باريتال بين شارب سوبرفيشال اند ويل لوكالايزد. اذا صرنا بسهوله احنا ممكن نميز بين البكتيريا البارايتال والفيزيرال بيريتونيوم. زي ما حكينا من البداية إن الفيزيرال بين الكوز إتس ميدلي ميديكال, البارايتال almost not always الكوز سيرجيكال. ناصر كرم نعم دكتور دكتور ألو يا ترى دكتور لا على ليش البين بالأبندكس بيكون مارا أمبلايكال وبعدين شفتت to the right iliac pulse. دكتور عشان النيرف انيرفيشن يعني البين بالاول شو بيكون برامبلايكل ليش بيكون برامبلايكل شو السبب دكتور ناس اي نيرف صراحه بيكون عشان بكون يمكن فيزرال أول إشي. كون فيزرال. بعدين شو بصير؟ برايتل. برايتل. أوكي. شو الكوز أوف أبندسايتس يا كرم؟ الدكتور في كادث ببلش عنه. الكوز شو هو؟ أوبستراكشن. الكوز أوف أبندسايتس أوبستراكشن. شو الكوز أوف أوبستراكشن؟ فيكالث فيكولث 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 وين هاي عادة بتشوفها بالأدوليسنت بالكبار بالأطفال شو بتنا بالأطفال صراحة كثير ما بعرف لمفويد هايبربليجيا شو كمان كوز أوف أوبستراكشن بالأبندكس ما عندي فكرة دكتور صراحة. ملاك. ناصر. عمران. أسامة. حسين وينكم؟ معك دكتور حسين شو الكوز اوف اوبستراكشن بالابندكس؟ بيكون في فيسز ايش؟ بيكون في فيسز معلقه بالتراكت بالابندكس حكينا فيكولث او يمكن يكون اي بي دي مثلا يعمل appendicitis ايش هو inflammatory bowel disease لا احنا حكينا الكوز اوف appendicitis هو الاوبستراكشن الكوز اوف اوبستراكشن يا اما فيكولث هاي بتكون بالادوليسن او ليمفويد هايبربليجيا خاصه بالاطفال ممكن تكون فورين بودي ممكن يكون فود سيد ممكن يكون باراسايت واخر شيء ممكن يكون ايش تيومر طيب وين السايت اوف ابندكس احسن وين الابندكس هي بالنسبه للجي اي تحت السيكم وين تحت السيكم في عندنا 3 بليسز بتكون اما ريتروثيكال واما بالبلفس واما بال
باتجاه اليورينري بلايدر يمكن يورينري بلايدر. هذا التب ولا البيز تاعها؟ التب اوف ذا ابندكس. التب يعني لها ديفرنت بوزيشن. طيب طيب البيز وين بتكون؟ بتكون بالسيكم، انه يعني البيز تاعها مع السيكم رابط. باي جزء من السيكم؟ anterior, posterior, medial, lateral, air. Posterior, medial to the sacrum. طيب كيف بدي اندل انا للبيز بالعمليه او شو وين البيز حكينا ثابته عشان اندلها كيف بدي دكتور بتكون مكمله continuous مع المسل تاعت الكولون. اي مصل؟ ممتاز. اي مصل بس؟ لونجتودينال. لونجتودينال يمكن. شو بعمل لنا هذول المصل على الكولون؟ بريستالسيس. بعمل هوستريشن. بعمل شو بنسميه احنا؟ التينيا كولاي. كم تينيا في عندنا؟ عندنا 3 تينيا. ليش بتميز 3 تينيا؟ ليش بتميز ال 3 تينيا؟ ما بعرف دكتور. وين أسامة؟ رشيد. هلا دكتور. ايش بتميزوا الثري تينيا؟ شو مميزتهم؟ وين بيلتقوا الثلاثة تينيا؟ والله ما بيلتقوا بالبيل الكونفيدنس اوف الثري تينيا بالبيز اوف ذا ابندكس. اذا عشان اعرف التيب اوف ذا ابندكس وينها لازم اعرف البيز لانها ثابته. بشوف الثري تينيا وين بيلتقوا؟ بيلتقوا بالبيز ومن هناك بدور على التيب، والتيب لها ديفرنت بوزيشن. عشان هيك البيشنت بالابندكس بيكون عنده different symptom حسب البوزيشن بتاعها. هل هي ريتروسيكل؟ هل هي ريتروإيليال؟ بارا إيليال؟ بلفيك؟ ريتروبيريتونيال؟ سب هيباتيك؟ وين هي موجودة؟ إذا حكينا ال cause of appendicitis obstruction يا رشيد، صح؟ صح. رشيد معك دكتور، صوتك يقطع شوي. اذا حكينا ال cause of appendicitis هو obstruction، وال cause of obstruction ايش عرفناها؟ فيكوليث، كمفويت، هايبرفاجيا، فروت سيد، فورين بودي، باراسايت. طيب اي جزء من الجي اي هي الابندكس؟ احنا قاعدين بنحكي بدنا نعرف ليش البين بيكون سنترال بعدين بصير او بارا امبلايكال بعدين بصير شفتد لغايه اليابس، لانه حكينا بيكون بالاول فيزيرال. طيب شو سبب هذا البين الفيزيرال؟ الكوز تاع حكينا اوبستركشن. شو بتميز الميوكوزا؟ شو بيميز الميوكوزا اوف ذا ابندكس؟ شو فيها خليه معينه؟ الميوكوزا شو فيها يا رشيد؟ شو فيها خلية معينة؟ فيها جوبلت سيل. شو بتعمل الجوبلت سيل يا رشيد؟ لا ما أعرف دكتور. تاير وين راح؟ آية تالي. Secretes mucus. Secretes mucus. ممتاز. اذا على احنا عرفنا الابندكس سببها هو اوبستراكشن، الكوز اوف ابندسايتس صار فيها اوبستراكشن وهي بلايند لوب، وفي عندنا ميوكوزا وفيها جوبلت سيل راح شو سكريت اللي هو الميوكاس. ايش راح يعمل بالابندكس؟ ديستنشن. الديستنشن ستيمولس اوف وات يا تالا؟ ستيمولس للسوماتيك بين، سوري للفيسرال بين.
البين. اذا هي من اي جزء من المجزره؟ اذا البين شو راح يكون؟ بيري امبليكال فيج بار امبليكال ديب بين. With time شو في عندنا بكتيريا، شو راح يصير فيها؟ صار فيها ستيس، شو بصير فيها؟ اوفرغروث وبلش الانفلاميشن. لما يصل للسيروزا يعني الجدار الخارجي اوف ذا ابندكس شو بصير تعمل؟ بكتيريال اريتيشن للباريتال بيريتونيوم. شان هيك لو بدك تعملي اكزامينيشن دور على ساين، شو الساين اللي بدور عليها؟ ريباوند تندرنس صح ولا روبزنج ساين؟ مش هيك يا تالا؟ صح. طيب بالريباوند او بالروبزنج ايش بتعملي انت؟ ما اسمع الدكتور. بالريباوند او بالروبزنج ايش اللي احنا الفكره ايش احنا بنعمل؟ نعمل اريتيشن للباريتال بيريتونيوم. كيف تعملي الروبزنج؟ اذا مو غلطانه وي تاتش اللفت ايلياك فاسا which causes irritation بالبيريتونيوم and thus pain بالرايت ايلياك فاسا. يس، ولكن هي الكوز البين بيكون بالرايت. ليش؟ لانه احنا في ثيوريز انه ممتاز. في ثيوريز والموست اكسبتابل انه الغاز والفلويد جو باك وورد للاليوسيكال فالف. الاليوسيكال وان واي فالف وصلوا الغاز والفلويد فور ذيس اريا، يعمل موفمنت للسيكم مع الابندكس. شو بصير الابندكس؟ تعمل تاتش الباريتال بيريتونيوم، يعني بتعمل بكتيريال اريتيشن للباريتال بيريتونيوم. وبالريباوند احنا وي كومبرس الباريتال بيريتونيوم، خليها تو تاتش ان انفلامد اورجان الابندكس. طيب عرفنا كيف صار بصار ليش البين بيكون برا امبلايكل وبعدين بصير شفتد لغايه اللي يقفصه. سوزان أنس. يلا سوزان. سوزان هاي ذس بي، يعني لو حكينا السيناريو تاعنا هو 20 year female كوليك ابدومينال بين بارا امبلايكال بعدين شفت لغايه اليك فوسا، شو في ديفرنشال عندك ممكن يكون غير الابندكس؟ ممكن او لا كنت بدي احكي obstructed gallbladder. لا ليش هذا على طول. طيب ايش كمان شو diverticulitis. diverticulitis شو هاي عادة؟ شو بتكون اي من هنا اكثر مص؟ كيف يعني ميكلز؟ ميكلز most common. ميكلز diverticulitis. شو هي ميكلز diverticulitis؟ هل هي true ولا false diverticulitis؟ مش سامع دكتور. هل هي true ولا false diverticulitis؟ True. وين بتكون هاي بالضبط؟ شو مميزات الميكل؟ شو هي اصلا؟ هي ترو دايفكتيكلي معناته اكوايرد ولا كونجينيتال هاي؟ كونجينيتال. إذن هي true diverticulitis، هي congenital. أوكي شو هي أصلها يا جود؟ وين جود؟ أنوار
نعم دكتور. هي حكينا ايش هي؟ شو اصلها؟ شو اصلها هاي الميكنز تايب اكتيفيتي؟ هي قصدك الاوت باوتشينج تبعت الانتستين؟ هي بتكون اوت باوتشينج بالسمول انتستين. شو اصلها هي اصلا؟ انا كونجنيتال، اذا معناته هي اشي معين، هي مش اشي مش اكواير، هي كونجنيتال، فهي معناته في لها اوريجن. شو اصلها هي؟ ريمينانت اوف وات هاي؟ ثم اخذت الابندكس. ريمينانت اوف وات؟ فيتيلاين داكت. فيتيلاين داكت او امفالو ميزنتريك داكت which connected your sac مع الميدغات. اوكي، اذا هي congenital. It's a true diverticulum. طيب يا ملاك ايش قصدنا بالtrue diverticulum؟ يعني بتكون the whole انه كل الطبقات الميكوزا والسب ميكوزا والمشكلة. إذن هي two diverticuli contain the outer layer of the bowel، صح؟ طيب شو goals of two يا ملاك تعرفي؟ ميكلز بتكون the 2% of the general population. 2% population. طيب. والmale to female ratio 2:1. اوكي. و 2% بيكون مع symptoms. 2% symptoms. 2% of population. Male to female ratio 2:1. ممتاز. كمان. كمان. below 2 years of age. Yes. كمان. احكي. It is found 2 feet proximal to the ileocecal valve. What is 2 inches in length? 2 feet from the ileocecal valve. 2 inch long. بعد تنتين. شو هما؟ 2 ectopic mucosa, gastric or pancreatic. ممتاز. كمان. و يكون بال younger than two years of age. Below 2 years of age. طيب. هاي goals of two. طيب وين بيكون السايت تاعها؟ باتجاه الميزنتري ولا انتي ميزنتري؟ باتجاه الميزنتري. ميزنتريك ولا انتي ميزنتري؟ هي انتي ميزنتريك، يعني المنطقه الميزنتري ايش قصدنا؟ هي المنطقه الانترانس اوف البلد سبلاي، وين بتدخلوا؟ اوكي، وهي بالمقابل انا في صور راح ابعث لكم، ابعثها لرقيه وهي بتوزعها عليكم عشان تشوفوا فيها الميكلز دايفكتيكلي. عشان جسمنا انا بحاول اعمل شير مش ظابطه معي الشير، مع انه كان بالسابق يزبط، مش عارف ليش اليوم معلق شوي. بتبقوا تشوفوها. طيب شو ممكن يصير بالميكلز؟ شو الكومبليكيشن؟ شو الكومبليكيشن اوف ميكلز؟ انفكشن اند انفلاميشن، ربتشر.
ممكن تعمل مش كنا في اكتوبك ممكن تعمل bleeding. Most common lower GI bleeding بالchildren شو هو؟ bleeding from Meckel's diverticulitis. Okay. ممكن تعمل لك سير inflammation. Diverticulitis أو obstruction. هاي أنت شو؟ هاي الكومبليكيت للميكلز. طيب. شو كمان؟ كمان differential appendix. سهلة أنس. يلا أنس وينك؟ هني دكتور شو السؤال؟ السؤال وين باقي يا أنس؟ بسمع بس الصوت بيقطش. طيب شو differential؟ حكونا إنه أول differential اللي هو Meckel's diverticulitis. قلنا لهم أوكي. شو كمان في differential diagnosis؟ appendicitis. هاي 20 year female عندها right iliac fossa. appendicitis دكتور. حكينا appendicitis أول إشي. تمام. Meckel's diverticulitis أو Meckel's diverticulitis. أوكي شو كمان في. kidney stone. kidney stone. ممكن ولكن هون ايش لازم يكون البين فيه ماتوريا فيه يورينري سيمتوم في شو اسمه البين يكون باللوين بعدين راديتد وين تو ذا جروين اوكي يس نعم غير هيك اشياء اكثر كومن كديفرنشيال مش خاطر لي بصراحه انس فكر فيها نعم. في ميل لايت إليك فوسة شو الممكن بالفيميل إشي يعمل لك وجع هنا مش شرط يعني إنه تكون أبندكس شو في كمان أشياء بالفيميل مهمة جدا هنا قريبة جدا في أوفري yes ovarian torsion إذن ممكن يكون complicated ovarian cyst. A complicated ovarian cyst. مثل إيش؟ زي ما حكيت ممتاز. Torsion. شو كمان complication ممكن يصير فيه؟ Hemorrhage. Yes. Hemorrhagic. أو rupture. أو torsion. إذن rupture. Yes. Torsion. أو hemorrhage. طيب. ليش سألنا على last menstrual period وليش سألناها بالأول أنتي من الزوجة ولا لا عشان شو يصير عندنا هون مهم إذا في missed period شو الأشي مهم كمان ممكن يكون ectopic pregnancy أوكي طيب شو كمان مهم إذا كانت يا أنا ساية الوقت أنت نص الدورة ممكن يعمل وجع ممكن يصير في وجع لو كان منتصف ايش منتصف الدورة ممكن يصير في وجع منتصف الذروة الدورة المنسس نص السايكل يعني ميد سايكليكال بين في ovulation pain مثل سكيمرز بين ميد سايكليكال بين شيء تمام. شو ممكن كولايتس كمان دكتور؟ ممكن بلفيك انفلاماتوري ديزيز عشان هيك دائما بالفيميل بالجاينيكولوجيكال هيستوري بنسال على في فاجينال ديسشارج وبايلاترال ولا يونيلاترال البين راح يكون واذا في ديسشارج الكلر تاعه والسميلينج ما خدتوش يا أنس الأبندكس؟ امبلا أخذناها دكتور طيب ليش؟ differential أبندكس وشغلات سهلة يعني حاولت شوي طيب نعطيك العافية كمل معنا يلا خلينا نشوف وين مين 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 وين جود؟ أك. يلا يا جود شو كمان ديفرنشال
ممكن أفكر عشانها فيميل أفكر إكتوبك بريجنانسي. حكينا الإكتوبك بريجنانسي، حكينا complicated ovarian cysts، حكينا pelvic inflammatory disease، حكينا mid-cyclical pain. تيري تيري ممكن مثلا appendicitis، بس أنا مثلا بيكون هو أول إشي peri umbilical زي ما البيشنت عندها، وبعدين بيروح للرايت. حكينا appendicitis، احنا حكينا هاي اول اشي، حكينا appendicitis، بعدين حكوا diverticulitis، حكينا على مكتوب، بعدين حكينا الاشياء اللي ممكن تتعلق بالفيميل. في شو بعد؟ في كمان ممكن differential، ممكن mesenteric lymphadenitis. ممتاز، mesenteric lymphadenitis. ايش لازم تسألي بالهيستوري عشان تعرف انها mesenteric lymphadenitis ولا لا؟ هلا هي كتير الميزنتريك لينفادينايتس كتير تشبه الأبندسايتس، فمسأل مثلا كمان عن الريسنت انفكشن اذا ريسنت upper respiratory tract infection 2 weeks ago. اوكي ممتاز. كمان كمان شو كمان ديفرنشال عندنا؟ كمان ديفرنشلز gastroenteritis. Gastroenteritis ممتاز. إذا أنا بالهيستوري تاعي بركز في vomiting، ما فيش vomiting، في دياريا، إذا في دياريا فيها ميوكاس، فيها blood. شو كمان سؤال مهم لازم أسأل بالgastroenteritis بالذات؟ إنه إذا صار فيه إنه مثلا حد إنه أكل من برا patient أو إنه أكل إشي of the family. ممتاز. إذا ما أكل من برا أو حدا member of the family ماكلين مع بعض نفس الاشي عنده نفس الـ same symptom. ممتاز. شو كمان؟ كمان differentials. ايوه ممكن كمان Crohn's disease، IBD inflammatory bowel disease. inflammatory bowel disease. شو بتسألي اشياء ممكن تدلك على inflammatory bowel disease؟ بسأل إذا في مثلاً extra intestinal manifestations، بسأل إذا في change بالبول habit، بسأل كمان إيش كمان؟ هدول صراحة الخطر على بالي. بول habit yes fine. في ulceration، في fistula، في okay. في حد family history كمان. طيب كمان في عندنا مثلا كمان intestinal obstruction برضه ممكن يعمل symptoms تعمل patients. كيف بدي استثني انه intestinal obstruction؟ شو الكاردينال sign of intestinal obstruction؟ vomiting vomiting pain abdominal distension and constipation. Okay. بسأل عن هاي السيمتوم وبشوف فيه ولا لا. طيب كمان شو في ديفرنشيال؟ إذا واحدة عندها ريكرنت أبدومينال بين وفي عندها حرارة، شو بتوقع احتمال يكون؟ كولايتس دكتور؟ لا الانفلاميشن باليوريترز. في شيء اسمه اف ام اف فاميليا ميديتيرينيان فيفر. اذا شو الاسئله المهمه؟ انه في فاميلي هيستوري كانت اتاك اوف ابدومينال بين وهيستوري مع فيفر وممكن تكون دايجنوست. اوكي طيب شو كمان ديفرنشال؟ حتى الأور لومب النيوبونيا، حتى الأكيوت كوليسيستايتس، حتى البايلونفرايتس، كله هذا كله ممكن يعمل إيش؟ ممكن يكون أيوة. كمان شو في عنا؟ مين بعرف؟
وينكم؟ Inguinal hernia. Inguinal hernia. شو راح يكون محل inguinal hernia طيب؟ حيكون في lump و cough pulse. إذا في في lump وفي cough impulse مثلا. كمان. ممكن بالسيكم يصير في دايفرتيكولي سيكل دايفرتيكولايتس ممكن كمان صح؟ كمان يلا انت سسبشن بالاطفال ممكن؟ السيراتيف جولايتس حكينا مع مع الانفلاماتوري باول ديزيز تيرمينال ايليايتس شو اشي الناس نعم دكتور طيب واحد حكى لك عندي history of abdominal trauma وفي عنده localized right lower abdominal pain شو بتتوقع ممكن ممكن اللي يكون هذا سبب هذا البين في trauma وفي pain بالright area فرصه hernia لا hematoma ممتاز ركتس شيت هيماتوما ركتس شيت هيماتوما إذن شايفين كيف يعني أنا المقصود كل شيء بالهيستوري مهم جدا من أول ما بلشت هاي حكينا إنه بالهيستوري بريزنت إنس إذا لازم نسأل عن مش قديش التيبيكال أبندسايتس تعرف يعني تيبيكالي يعني بيكون بارا أمبلايكال وبصيروا بالغايت إليك فصل قديش تيبيكالي حوالي 50% والبقية 50% يعني إشي كثير البقية 50% بيجوا أتيبيكال ممكن بس لوكالايزد بين بغاية إليفوس وصار عندي مهم جدا بالهيستوري أوف بريزنت إنس إني أسأل عن هيستوري أوف تروما نعم طيب ممكن يكون تيومر كمان تيومر ممكن تكون سواء بالسيكم أو بغيره ممكن تيومر بالسيكم ممكن يكون في عنا بين شو أهم إشي بالتيومر وفي السيكم بيكون عنا أنيميا لازم تعرف ممكن يعمل obstruction طيب testicular torsion بعمل شكلكم خلاص ولا ظل حدا عندكم جزء لأي ساعة أنتم قديش عادة تاخذوا عادة بناخذ ساعة دكتور ساعة نعم طيب هلا احنا بسرعة يلا عشان نكمل طيب هلا احنا حكينا يعني حطينا هذا السيناريو مهم جدا احنا نعرف كيف ناخذ الهيستوري اذا عرفت اخذ الهيستوري اخذ تفاصيله كل شيء صار عندي مهم ف مثلا هاي كيس عندها رايت الي بوسفين او كان بار امبرايكل في سسبكت ابندسايتس مش شرط انها تطلع ابندسايتس 20% بيطلعوا نورمال اذا وال20% يعني شيء
كويس يعني عدد معتبر خلنا نحكي. اذا في عندي ديفرنشال كثير ببلشهم حسب من اول ما بلشت الهيستوري الايج صار مهم عندي مهم جدا لانه الاطفال مثلا الموس كمان شو اسمه اذا مش ابندسايتس ممكن يكون جاستروانترايتس ممكن ميزنتيك ليمفاديلايتس ممكن ميكلز دايفرتيكولايتس ممكن انتم انتسسبشن ممكن حتى لو جلوبنيومونيا بالاطفال. اذا الايج بلش عندي مهم جدا اعرف. هلا اذا واحد اكبر شويه بالعمر مثلا ادلت ممكن يكون ريجنال انترايتس ممكن السراتيف كولايتس ممكن بيرفوريتد السر ممكن توكشن بالتستس بنكرياتايتس بتعمل ترشيد هيماتوما. اذا في ميل اللي حكيناها الميتل سكيمرز اللي هو الميد سايكليكال بين سالبنجايتس ممكن بايلونفرايتس اكتوبيك بريجننسي كومبليكيتد اوفيرين سيستس وكان توكشن ولا ربتشر او هيموراجيك واندوماتريوسيس. بالإندوماتريوسس شو منسأل يا ملاك؟ نسأل عن سايكليكال بين يعني كل ما تيجي المنسس بيصير عندنا بين. وبالإيرتغلي ممكن يكون عندنا دايفرتيكولايتس ممكن يكون عندنا انتستاينال أوبستركشن أو سي اي أو ميزنتريك إسكيميا. فواحد كبير فكمان أول ما بلشت أو باللوم سألت بريفيس مش بريفيس اتاك لما بسأل انه هذا البيشنت بريفيس هيلثي اور نوت اذا عنده اني اسكيميك هارت ديزيز اتريال فيبريليشن ممكن تكون هاي ميزنتريك اسكيميا وعامل انفاركشن وعامل له بين. طيب يلا كافي اليوم يعطيكم العافيه. انا راح ابعث لكم انا كنت بدي اوريك في فيديو اكزامينيشن وفي صورة تقسيمة الأبدومن اللي هو 2-9 region by 4 lines لازم تعرفوهن عشان لو بدك تحط إيدك على الأبدومن أنت لازم تعرف وين بدك تحط إيدك على الأبدومن أي منطقة وهي المنطقة ستتوقع شو في organ موجودة وعشان أعرف الديفرنشيال تاعي. أوكي وبودي لكم صورة الميكلز دايفرتيكولوم والأشياء الثانية. يعطيكم العافية. الله معك. يعطيك العافية دكتور. على بيك. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك.